دعا ناشطون بمدينة تعز ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحكيم العقل وفك الحصار عن مدينة تعز التي يقطنها 4 ملايين نسمة يتعرضون لعقاب جماعي أمام مرأى ومسمع العالم. هذه المدينة محاصرة منذ أكثر من 9 سنوات، قطع عنها الماء ورفض الحوثي أن يمد المدينة بالماء الذي قادم من الحيمة إلى محافظة تعز، كذلك فتح الطرقات، فإن أبناء محافظة تعز يعانون من الحصار، من سد الطرقات وبعد الطريق وخسائر مالية وعدم دخول البضائع، فإننا نطالب بفك الحصار عن مدينة تعز. نطالب من بأيديهم الأمر، خاصة الميليشيا الحوثية، بأن يفكوا الحصار عن مدينة تعز، فنحن مقبلين على شهر كريم وتعز محاصرة منذ ما يقرب من 8 سنوات. بالإنسانية والإسلام نطالب هؤلاء بفك الحصار عن تعز. للعام 10 على التوالي وتعز محاصرة، فهي مثلها مثل غزة، فنفس الآلية ونفس الأسلوب ونفس المخطط للتجويع مثلما يحدث في غزة يحدث من تعز.